السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. يوم جديد وفلوق جديد. فلوق اليوم راح يكون عبارة عن تجربة شخصية جديدة راح أعملها في البيت. طبعا إحنا زي ما إحنا عارفين إنه المحلات هلقيت في ألمانيا معظمها مغلقة، ومن ضمنها محلات الحلاقة. فلهيك للأسف الشديد راح نضطر نحلق في البيت. راح نتعلم هذا الإشي عن طريق اليوتيوب، وراح تشوفوا التجربة بشكل كامل. طبعا هاي كانت النتيجة النهائية للحلاقة. ولكن قبل ما نبدأ فلوقنا، حابب أتكلم في نقطة كتير صغيرة اللي هو مفهوم الفلوق. الفلوق بشكل مبسط هو عبارة عن نقل لحياتي اليومية. يعني مش لازم يكون فيها إشي واو، أو يعني أحيانا بكون فيها أحداث مهمة أو معلومات مهمة، ولكن أحيانا كتير برضو بكون يعني عبارة عن روتيني الحياة اليومي. فبتمنى هذا الإشي يكون بيعجبكم، وخلينا نبدأ في فلوق اليوم. طبعا الإشي اللي هجيت راح تشوفوه هو اتصور امبارح انتهاءا بالحلاقة اللي عملتها اليوم الصبح. يلا نبدأ. أنا بصور هذا الفيديو يوم السبت، فهلقيت صار الفيديو الخاص باللغة جاهز، هلقيت على اليوتيوب. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معاه. ولكن ملاحظة صغيرة على هذا الفيديو، يعني في صديق من الأصدقاء هو دارس هلقيتها لغة ومخلصها، وبيدرس حاليا جامعة، فكان عنده اعتراض على موضوع صعوبة اللغة. بقول لي يعني اللغة مش بهالصعوبة، يعني عنده عدة ملاحظات يمكن معه حق هو فيها بالنسبة انه اللغة يعني مش هالصعوبة. ولكن انا يعني هلقيت في مستوى متوسط، وما زلت شايفها انها صعبة واصعب من غيرها حتى من اللغات، وما بعتقد انه اغير رأيي لفترة قريبة. ولكن ممكن مثلا بعد ما اخلص لغة وابدأ دراسة في الجامعة ممكن تصير الامور اسهل، ما بعرف كيف. طبعا انا يمكن حكيت لكم في فيديو من الفيديوهات انه الفيديو قبل يعني قبل اللي اتوى نشرته انه الامتحان التغى، ولكن هو اللي التغى امتحان المندلش او امتحان التحدث، ولكن الامتحان الكتابي اللي هو كان الاستماع والقواعد والكتابة والآخر من الأشياء الكتابية احنا الحمد لله عملناها في آخر يوم، والحمد لله يعني النتيجة طلعت من أكم من يوم، والحمد لله يعني عدينا مستوى البي آينز. هلقيت احنا في عنا تقريبا كمان أسبوعين كورس أونلاين اللي هو كورس بيتس فاي أو بيتنين، يعني إن شاء الله يكون في مستوى تطلعات. أكيد يعني الكورس الأونلاين مش زي الكورس اللي بيكون على أرض الواقع، خصوصا طبعا انه هاي لغة صعبة، فربنا يسهل وتطلع الامور يعني قريبة من الواقع. طبعا بالوضع هذا اكيد الواحد على قدر الامكان بيقلل طلعاته من البيت، ولكن ناقص عليه شوية اغراض، فمضطر انزل على الماركت على البني. هو طبعا قريب مني، بدي احاول اروح على الماركت القريب مني ومش هروح على اللي في نص المدينة عشان الواحد يقلل الاحتكاك على قدر الامكان. طبعا مع الوضع الحالي معظم المحلات عندنا هلقيت في ألمانيا عاملين حاجة اسمها زي يعني أبشتاند، يعني لازم دائما تاخد مسافة بينك وبين اللي قدامك أقل شيء يعني متر ونص أو مترين. يعني بعض محلات ممكن أنت تضطر تستنى مثلا تستنى لك ربع ساعة نص ساعة عبل ما وصلك الدور لحتى تقدر تفوت جوا لحتى يحافظوا على هاي المسافة. هلقيت أنا رايح على البني الموجود عند البيت. طبعا هو المحل علشان مش في منطقة رئيسية فممكن يكون العدد عليه أخف، فما هيكون في دور إن شاء الله. طبعا بتمنى هيك يكون. ومع طبيعة الوضع الموجود في ألمانيا هلقيت كتير من السلع صارت مفقودة، السلع الأساسية طبعا يعني زي الرز، الطحين، السيرج، ورق التواليت. فإحنا هلقيت نهاية الأسبوع، فبتمنى أقدر ألاقي الأشياء هاي موجودة في الماركت، لأنه أنت إذا بدك تلاقيها بدك تروح في أول أسبوع بدري يعني يوم الاثنين، واحنا اليوم يوم السبت للاسف. والله شكله لازم ناخذ العربه زي غيرنا، عاملين زي كل المحلات انه لازم تاخذ عربه قبل ما تفوت. وعلى حتى يخلونا نحافظ على المسافه، فكل واحد مجبر انه ياخذ معه عربه وهو داخل. فهي فكره حلوه صراحه انه الواحد مع العربه بيقدر يحافظ على المسافه بينه وبين اللي جنبه. يعني زي ما احنا شايفين اقل شيء متر. الماركت هذا انا مش متعود اشتري منه، انا عاد بروح على الليد اللي موجود في نص المدينة. ايش منت هذا انا عاد بجيب نوع تاني، بس هذا هو شبه الموجود في الليد. منيح انه لقينا من البيتزا اللي دائما بجيب منها. هذه البيتزا لما رحت على الليد المرة اللي فاتت ما لقيت زيها. طبعا عند
الدفع كمان بدك تحاول تحافظ على المسافة. الساعة عنا هالجيت 8 إلا تلت المساء، شوف الشمس كيف رايحة طالعة. الله يستر بكرة في رمضان شكلها عن جد هتكون شوية معاناة، يعني النهار هيكون كتير طويل والمغرب رح يقرب على الساعة 9، طبعا مع الوقت رح يزيد، فربنا إيش يكون في العون ويمضي رمضان هذا على خير. The next day. مرحبا فيكم من تاني. هجيت بدنا نعمل تجربة حلاقة الشعر في البيت. في الوضع الحالي كتير من المحلات مسكرة ومنها محلات الحلاقة، فإحنا رح نضطر للأسف الشديد نحلق في البيت، فربنا يستر من النتيجة. أنا رح استخدم اليوتيوب لحتى أشوف التفاصيل، وعلى قدر المستطاع نحاول أخفف منها، ومن فوق هخلي شوية كبير، يعني مش كتير هلعب فيه لأنه صعب تحلق من فوق، من الجناب هو يعني إيش أسهل، فخلينا نشوف شو رح يطلع معنا ونقول ربنا يستر. نغسل شعرنا شوية ونشوف شو رح يصير معنا. بس ملاحظة مهمة كتير، إنه هذا مش درس للتعليم، يعني أنا هذه تجربة أنا بعملها في البيت، ولكن أكيد ما بنصحكم تجربوا لحالكم، يعني ممكن حد يساعدكم، أو إذا كان الحلاقين مفتوحين ليش ما تروح على الحلاق. فنرفع الشعر الفوقاني لفوق لأنه هذا على قدر الإمكان بدنا نحاول ما نمسكه. فحسب اليوتيوب أول نمرة نستخدمها اللي هي أكبر نمرة، نمرة 4. بسم الله الله يستر. تاني طبعا أنا حاطط مراية ورا على قدر الإمكان ممكن تساعدني شوية. هيك تقريبا خلصت من أول نمرة. الصعوبة الحقيقية عن جد لما تيجي تعمل من ورا، يعني أنت مش شايف منيح وحتى إيدك مش متحكمة بشكل جيد في الموضوع. طبعا هي الملاحظة المهمة إنه يعني كان بيتكلم في الفيديو إنه الواحد يعمل هيك لبرا يطلع، مش يكمل، لا بدك تطلع هيك لبرا. نمرة 3 هلقيت. طبعا الملاحظة إنه ياش إحنا كنا نطلع مثلا لها هلقيت أقل. حتى الآن يبدو الأمور كويسة أو مش كويسة، مش عارف. دور نمرة 2، أنا خشينا في إيش كلام الجد. هيك خلصنا نمرة 2، كيف الوضع؟ أنا صراحة بطلت عارف. جيت دور نمرة 1، هذه أخطر واحدة. دائما أصعب منطقة اللي هي ها، منطقة شمال ورا. طبعا أي حلاقي بيتفرج عليا يعمل نفسه ميت. دور المقص. صح والله. طبعا اذا ما طلعتش في فيديو من هان لشهر تكون عرفتوا السبب. والله انا كان مفروض مدى ولا صاحب لي حلاك، ما بعرف شبه خلصت. فنحلق الدقن ونورجيكم النتيجة النهائية، يعني هاي النتيجة النهائية بعد الحلاقة، شو رأيكم؟ ورجيكم من كل الجهات. يعني انا بالنسبة الي
بحط يمكن 6 من 10 بصراحة راضي. يعني أنا توقعت إنه أخرب الدنيا وأطرح لك على الصفر صراحة. فاحكوا لي رأيكم طبعا، يا ريت الحلاقين طبعا ما يحكوش رأيهم أكيد، لأنه الحلاق أصلا لو شافك حلق عن واحد تاني وفيش إشي وحلق لك 100% يقول لك حلاق ضرب لك راسك بالظبط الحلقة. فما بالك لما أنا أحلق؟ يعني لما بدكم تقيموا أعطوني قديش من 10، شاركوني. طبعا ملاحظة مهمة إنه هذا الفيديو عبارة عن تجربة، يعني مش كتير بنصحكم خصوصا لحالكم كنتم تطبقوا هذه الحلقة. يعني هاي كانت ظروف استثنائية عشان تسكير محلات الحلاقة في ألمانيا. فبتمنى يكون الفيديو عجبكم، يعطيكم ألف عافية. طبعا بدي أذكركم دائما دائما ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس لحتى مجرد ما ينزل الفيديو يصلكم إشعار، وياريت تساعدوني وتنشروا الفيديو لأكبر عدد ممكن من أصدقائكم، وياريت حتى تطلبوا من أصدقائكم يشاركوا في القناة لحتى الفيديوهات تصل لأكبر عدد ممكن. وطبعا ياريت تدعمونا باللايكات، وما تنسوا تعطونا رأيكم في الحلقة، ويعطيكم ألف عافية. يلا سلام.